قمر الغنى، قمر الغنى. الله يخليك، ازيك؟ مبروك، الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. جبتي هنا ولا جبتي ايه؟ هنا. هنا زي القمر. هنا ربنا يخليها لك. وعلى فكرة أحمد سعد جه في ودنها قرا لها الأذان يوم ما اتولدت. طيب طيب. سمعت أحلى أذان يعني. طيب حلو، ربنا يخليها لك، تربى في عزك وفي عز محمد. تسلم. وشوف شوف الجمال اللي انت مستضيفه ده، شوف شوف الجمال والحلاوه. هذا ايه الشجن اللي في صوته ده يا شيرين؟ فيه ده حاله، ده حاله. ده هو ده مستخبي. انا لسه تملى اقول ان ده لسه ما خدش يعني قيمته، لسه الناس ما عرفتهاش. معلش بس هو يعني بيفكر كويس يا شيرين. ممكن بس الكلام ده كلام برامج على فكره. كلام ايه؟ ده كلام برامج. كلام برامج. محضره على فكره، محضره بقى مجهزه يعني. مجهزه يعني. انا كمان اقول له بص، اصل مفيش حد بيحضر. هو طبعا يعني احمد ان شاء الله باذن الله هياخد فرصته اكتر. يعني انا يصعب عليا انك بتساله انت عملت البومات. أنا ده المفروض البوماته تبقى مكسره الدنيا. صحيح. صحيح. معلش معلش، ما هو الغنى الكويس دلوقتي صعبه، بس هو احمد بيفكر يتقدم ببطء بس يتقدم بشكل جميل، وده كويس. انا اتمنى ذلك، اتمنى يكون بيفكر كده فعلا. هو قال كده. بص هو اللي بجد ده كلام برامج. هطلع الورقه من ورا ظهري. لا احمد، بص احمد صاحب عمري. انا احمد اعرفه من واحنا يعني عيال صغيرين بجد. والله طبعا. هو وكمان محمد سعيد اللي على الارض، احنا كنا اصحاب وزمايل في معهد موسيقى عربيه، ودول حبايبي يعني، مش واكثر من اخواتي كمان. فاحمد ان شاء الله باذن الله، انا مش عايز ارغي واطول عليكم، بس احمد كنز في حاجات كتير قوي لسه ما الناس. اعمل لنا بقى شيرين بقى بعد ما تقومي بالسلامه كده وتنطلقي للحياه ان شاء الله، اعمل لنا دويتو مع احمد بقى باذن واحد احد. يعني انت صوتك فيه شجن رائع، وهو صوته فيه شجن، ممكن تعملوا حاله يعني مزاجيه فنيه عاليه خالص. الله ان شاء الله. ان شاء الله يا شيرين. وهو بيعرف حاجات يعني، على فكره هو كوميديان جامد جدا، ولو لو مثل هيقعد اخوه في البيت. الله 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 الله. ده علي عمرو بقى. لا وكمان بيعرف، انت عارف احنا انا زمان احب قوي كنت اروح المواليد عشان اسمع الناس اللي بتغني في المواليد، ليهم كاركتر كده. طبعا طبعا. من فضلك خليه يقول لك حاجه من الناس دي. طب حاضر. بس وانا استاذنك واقفل. شكرا يا شيرين، شرفتينا يا حبيبي.